من ندرس الأشياء الكبيرة مثل المجرات والنجوم نستخدم النسبية العامة لأينشتاين، ومن ندرس الأشياء الصغيرة مثل الإلكترونات والكواركات فإحنا نستخدم نظرية ميكانيك الكم. لكن الأمر المقلق، شنو راح يصير من ندرس الأشياء الصغيرة الكبيرة بنفس الوقت؟ يعني مثلا ندرس الانفجار العظيم، من كانت الأشياء في متناهية الصغر ومن ثم توسعت لهذا الكون الهائل اللي نشوفه حولنا، أو العكس بأنه نجم كبير وضخم يتقلص بفعل جاذبيته على نفسه بحيث يصير بحجم النقطة اللي يسموها بنقطة التفرد، وهذا اللي نسميه بالثقب الأسود. اليوم راح أحكي عن الثقب الأسود أو البلاك هول، وهل يوجد جمع ولو جزئي بين النظريتين اللي هي النسبية العامة وميكانيكا الكم في الثقب الأسود؟ انتشر يوم 10 أبريل 2019 أول صورة مجمعة من عدة تلسكوبات للثقب الأسود، وأكيد أنتوا شايفيها أو سمعتوا بيها. لكن خلينا نرجع بالزمن إلى عام 1916. قام الفيزيائي كارل وبناء على نظرية أينشتاين النسبية العامة باقتراح أنه الأجسام أو النجوم اللي كتلتها كبيرة وقوة الجذب مالتها كبيرة بما يكفي بأنها تقوس وتحني الفضاء حولها بصورة كاملة، فتكون بمثابة ثقوب أو حفر في الفضاء أو النسيج الكوني. شنو معنى هذا الكلام؟ حتى نفتهم شلون يتكون الثقب الأسود لازم أول شيء نفتهم دورة حياة النجم، واللي راح أمثلها بالنفاخة. من أنفخ النفاخة فأني دا زيد الضغط داخل النفاخة واللي يجعلها تتوسع، في مقابل أكو قوة شد المطاط في النفاخة اللي تجعل النفاخة تتقلص. النجوم المضيئة بالسماء هي عبارة عن كمية كبيرة من الغاز وأغلبه هو هيدروجين يتقلص على نفسه بسبب جاذبيته. من يتقلص ذرات الهيدروجين راح تتصادم وتكون لنا عنصر جديد اللي هو الهيليوم. الإشعاع المنطلق بسبب هذا التفاعل النووي هو اللي يخلي النجم مضيء ومشع بالسماء، وأيضا راح يدفع ضد جاذبية النجم. فهنا صار عندنا توازن بين القوتين، قوة جاذبية وقوة تنافر، فالجذب يحاول يقلصه وقوة التنافر تحاول تنافره. لكن شنو راح يصير من يستهلك النجم وقود النووي؟ إذا كان كتلة النجم أقل من 1.5 لكتلة الشمس، فبالنهاية راح تتوقف عن التقلص وتسمى بالقزم الأبيض الوايت دوارف. أكو هواية أقزام بيض أو وايت دوارفز أو القزم أبيض، اكتشفوا العلماء يدور حول سيريوس وهو ألمع نجم بالليل، ممكن تشوفوه. إذا كانت كتلة النجم كبيرة يعني أكبر من 1.5 من كتلة شمسنا، فإن التفاعلات النووية بداخله ما راح تقدر تسند نفسها ضد جاذبيتها، وبالتالي راح تتقلص بسرعة كبيرة إلى نقطة تفرد. يعني كل هذا النجم الكبير راح يتقلص إلى فتشي كلش صغير، هذا اللي ما يسمى بالثقب الأسود. من تباوع على الثقب الأسود أنت بالحقيقة ما تتباوع على الثقب نفسه، وإنما تتباوع على ما يسمى علميا بمنطقة الحدث Event Horizon. سرعة الإفلات من منطقة الحدث هي أسرع من سرعة الضوء، يعني ماكو شيء يقدر يفلت من منطقة الحدث ولا حتى الضوء اللي هو يعتبر أسرع شيء بكوننا، ولذلك هو أسود ومظلم. لكن مع هذا البروفيسور ستيفن هوكينج قال أكو إشعاع للثقب الأسود. شلون أكو إشعاع إذا ماكو شيء يفلت من الثقب الأسود؟ كأنه هذا الكلام يناقض اللي قلته قبل شوية بأنه الضوء ما يفلت من منطقة حدث الثقب الأسود، فشلون هسه عنده إشعاع؟ هاي النظرية لعالم الفيزياء النظرية ستيفن هوكينج تجمع بين نظرية النسبية العامة ونظرية الميكانيك الكم جزئياً. شنو قال ستيفن هوكينج؟ من نطبق مبدأ اللا يقين أو ريبة من ميكانيك الكم رح نوصل إلى نتيجة أن الثقوب السوداء مو سوداء تماما، يعني هناك إشعاعات يرصدها المراقب من خارج ثقب الأسود
على أنها تصدر من الثقب الأسود، وسببه هي التفاوتات الكمومية للفراغ. الفراغ لا يمكن أن يكون خالي تماماً من التفاوتات الكمومية، فأكو أجزاء جسيمات افتراضية تظهر وتفني بعضها بعضاً، مثل جسيمات مضادة افتراضية تظهر وتفني بعضها بعضاً نتيجة الاصطدام مع بعضها. فالفراغ مو فارغ، فإذا حدث أنه كان ظهور هاي الجسيمات الافتراضية عند أفق حدث الثقب الأسود أو نقطة تفردها، فبدل ما أنه تتصادم مع بعضها البعض عند هاي المنطقة الحدث وتفني بعضها البعض، حدث أنه واحدة تسقط في الثقب الأسود تحت تأثير الثقب الأسود، فممكن أنه الجسيم الثاني يهرب من الثقب الأسود، والمراقب من خارج هذا الثقب يشاهد هذا الجسيم اللي فلت كأنه هو إشعاع. هذا اللي يسميه البعض إشعاع هوكينج على اسم مكتشفة، أو يسموه إشعاع الثقب الأسود. لا يزال الثقب الأسود محل بحث العلماء، يحاولون يفهمون شلون يتكون وليش يتكون بهاي الصورة وشنو أكو داخله، وهذه الحقائق بعدها في قيد البحث. فإذا تحبون هاي المواضيع لا تنسون تشاركون بها أصدقائكم وتضغطون على اللايك والسبسكرايب والجرس حتى يوصلكم إشعارات أول ما تنزل الفيديو. أشوفكم الأسبوع الجاي، مع السلامة.